النهارده المحاضره الثانيه في الكورس بتاع الابيليبسي وهي اهم محاضره بصراحه واللي مش هيهدر معانا في الابيليبسي غير المحاضره دي هتكفيه يعني ان شاء الله مع محاضرات الاي اي جي. احنا لينا جدول ماشيين بيه اكيد شفتوه. احنا هندي حوالي اربع محاضرات ابيليبسي بعد كده اربع محاضرات اي جي. احنا اسفين بدأنا متاخر بس عشان كان الدكتور ايمان قبلينا بس معلش الواحد ما بيتعلمش غير لما يتحن كده يقعد يحضر محاضرات ورا بعض وراح متاخر فلازم الكونسبت بتاع موظفين الحكومه ده الدكتور المفروض ينساه يعني بالذات هنا في مستشفى العباسيه. الدكاتره هنا متعوده اللي تيجي تقعد ساعتين وساعه ونص وتمشي. نعم 45 دقيقه يعني لازم الواحد يقعد يفكر بالعقل. عمرك ما هتبقى دكتور بالذات النايب الصغير لسه جاي غير لما يقعد في المستشفى اللي هو حتى اسمه بالانجليزي ريزيدنت يعني مقيم في المستشفى. لازم يقعد ويتاخر ويشوف حالات ويحضر محاضرات كتير في الاول ويسمع كتير لغايه لما الدنيا تمشي معاه. طيب بالكم يعني هو العلم ما بيجيش غير كده غير اللي احنا يعني زي ما كان قال لك احد الحكماء يعني لا يستطاع العلم براحه الجسم. طول ما انت قاعد مريح وتمام والفراخ والعنب بينزل في السكن ومين اللي سرق العنب اللي في السكن تمام طبعا اللي بيخش على النت عارف الحوارات دي طبعا تمام. فلا ف ده تلخيص الكلام المره اللي فاتت. المحاضره بتاعتنا النهارده اسمها سيميولوجيكال سيجر كلاسيفيكيشن. ده مراجعه للي فات. ده الانترناشونال ليج اجينست ابيليبسي كلاسيفيكيشن اللي هو بنسميه الاي لي كلاسيفيكيشن سنه 81 بتاع السيجر. السبوره دي واضحه؟ واضحه؟ طيب ده سنه 81. الانترناشونال ليج اجينست ابيليبسي ده عمل اثنين كلاسيفيكيشن مهمين ما زالوا حتى الان فاليد وصالحين ومستعملين. عمل واحد سنه 81 وواحد سنه 89. سنة 81 ده سيجر كلاسيكيشن وعرفنا ايه كلمة سيجر يعني الأول وسيجر يعني فيت يعني اكتس. كل دي كلمات واحدة أقول لك فيت أقول لك سيجر وأقول لك اكتس كلها حاجة واحدة تمام. وجم سنة 89 عملوا الأي لي كلاسيكيشن والإبيليبسيس. الإبيليبسيس دي أمراض مش مرض واحد زي ما احنا أو إبيليبتيك سيمبتومز تمام. فهو الشغل بيمشي كده اللي أنت تحدد السيجر بتاعك عندي ايه نوعها تمام وبعد كده تحطه في سندروم تمام. وعرفنا برضه ايه فايده ان انا احط العيان في سندروم عشان اعرف العلاج واعرف البروجنوز وتعرف تجاوب على السؤال المشهور ان انت اكتر سؤال بتساله في عياده الابيليبسي او بتشوف عياده الابيليبتيك العيان ده هيبطل دواء ولا لا. كلنا بنسال السؤال بالذات في الاطفال او في البنات تمام. واخد حته المره اللي فاتت برضك انا مش هقدر ارجع المحاضره اللي فاتت كلها بس اخد منها حته اللي احنا ضبحنا ليه كسايكاتريست بنمد ايدينا في الابيليبسي. زي ما قلنا لان في اكثر من 70% من دول العالم السايكاتريست هم اللي بيعملوا ميديكال كير لعيانين ابيليبتيك نتيجه نقص النيورولوجيست. وحتى في مصر عدد النيورولوجيست اقل من عدد السايكاتريست. يعني عدد النيورولوجيست في مصر في التقييم بتاع الدبليو اتش او سنه 2005 في الاطلس بتاعه ما يكملش 1000 تمام. عدد السايكاتريست مش هيعمل 2000 مثلا ولا حاجه. انتوا حتى تلاحظوها في المؤتمرات لو انت من الناس اللي بتحضر مؤتمرات كتير غير الطب النفسي هتعرف ان المؤتمرات بتاعتنا صغيره جدا. يعني لو جربت تحضر مؤتمر للقلب او مؤتمر مع بتوع العظم واحد زمانك في امتياز بيروح يحضر مع بتوع العظم ولا مع دكاتره القلب ومالين القاعه تحضر مؤتمر سايكاتري 200 300 واحد كلهم عارفهم واصحابك وحلوين بيتصوروا مع بعض. حتى تلاحظ موضوع السايكاتري كل مره الراجل بتوع الصعيد يجوا بتوع اسكندريه يجوا عدد السايكاتري الصغيرين راحوا كلهم بيهكوا بره. فعشان كده انت لازم تفهم الابيليبسي ولازم تفهم وجهه نظر نيورولوجيكال بحته. انا مش بتكلم على سايكاتريك اسبكتس اوف ابيليبسي والبارا اكتر سايكوز والانتر سايكوز الكلام ده انتوا عارفينه ونلاقيه واي دكتور يعرف يحكي تمام. واللي بيقعد في عادات خارجيه هيشوف حالات انتر اكتر سايكوز كتير جدا وسهله يعني مش صعبه. فالاي لي سيجر كلاسيفيكيشن دوت كلاسيفيكيشن زي ما احنا ملاحظين الكترو كلينيكال الاثنين يعني في حاجات كلينيكال تشوفها بعينك في حاجات الكتريكال زي الحته دي. الحته دي الكتريكال الحته دي مش هتعرف تجيبها بعينك ابدا. يعني انت عمرك ما هتعرف عشان كتير من الدكاتره مش فاهمين الحته دي يفهم اللي هو يحدد بارشال وجنرالايز بعينيه مش هتعرف. ما كل عينين بيجيبوا كده جي تي سي اس هتعرفهم منين. فهي حته الكترو كلينيكال. فمن هنا نشات الحاجه في العالم ان يكون في
كلاسيفيكيشن للسيجر للنوبات بطريقه كلينيكال بحته اللي بيسموها سيميولوجي. وزي ما عارفين في حتت كتير ما بين النيورولوجي والسايكاتري هو اختلاف الفاظ، لكن هي بتبقى حاجه واحده زي جيجن هالتن والنيجاتيفيزم وحاجات كده. السيميولوجي هو الفينومولوجي بالنسبه لنا احنا في السايكاتري. يعني احنا في السايكاتري عندنا علم اسمه فينومولوجي اللي هو ديسكريبتيف سايكوفيكشن، هم بيسموه سيميولوجي. وكلمه سيميولوجي في الانجليزي معناها لغه الاعراض، يعني لينجويستكس اوف ساينز اند سيمبتومز، ازاي توصف الاعراض بالكلام. فهم دكاتره النيورو سنه 89 عملوا حاجه اسمها الاي دي 98 انا اسف، طلع حاجه ثانيه اسمها سيميولوجيكال سيجر كلاسيفيكيشن، يعني انت ازاي النوبات تقسمها من غير ما تعمل رسم مخ، بمجرد الوصف بتاع العيان اللي بيوصفه او اهله طبعا ده الاغلب، او بالفيديو اللي هم جايبينه لك. واي واحد فيكم بيشتغل ابيليبسي او شوف حاله ابيليبسي اتعود ان انت تصور الحاجات دي كلهم. انا نفسي بعمل كده من زمان، قال لهم يا جماعه وقت بتحصل النوبه ما تقلقوش، حد يطلع موبايل ويصور لي الحاجه دي بكده، بتفرق معاك فرق موت، يعني مش هزار. يروح جايبها لك على الموبايل، وزي لو حد قعد معاه في العياده وشاف هتلاقي كل عيانين يدخلوا الموبايل خدها تعالى، بتفرق كده تمام. فالكلاسيفيكيشن دوت زي ما احنا فاكرين كان بارشال سيجر جنراليز سيجر تمام. هنا الكونشسنس بريزيرفد، هنا الكونشسنس لوست تمام. البارشال سيجر دي 60% من الحالات، ده الاقل. البارشال سيجر ثلاث انواع: سمبل بارشال سيجر، الكومبلكس بارشال سيجر، والسكندري جنراليز سيجر. دول ثلاث انواع تمام. السمبل بارشال سيجر غالبا بتكون اورا، الحاجات دي غالبا بتكون اورا، وبالذات لما نيجي نعرف الاورا بنقول الاورا سبجكتيف سمبل بارشال سيجر، يعني ده تعريف الاورا ببساطه، هي عباره عن اس بي اس، يعني الاورا دي عباره عن نوبه صراعيه تمام. طيب الكومبلكس بارشال سيجر ده اشهر نوع في الاتنين، دي اشهر نوبه هتشوفها في حياتك، دي تساوي 40% من النوبات اللي بتيجي للعيانين، ودي اشهر حاجه سي بي اس. الكومبلكس بارشال سيجر دي عندنا ليها اسامي كتير في كتب السايكاتري، يقول لك سايكو موتور سيجر، تمبرال ليبس سيجر، ليمبك سيجر، سايكيك سيجر، يعني ان هي ديت الايه؟ النوبه اللي بيبقى فيها كل حاجات السايكاتري. الكومبلكس بارشال سيجر طبعا مش تطلع من التمبرال ليبس بس تمام؟ الكونشس يبقى اولتر، اولتر يعني عامل تلف ببساطه، يعني عامل جثات متلف متلخبط تمام؟ النوع الثالث في البارشال سيجر هو السكند جنراليز سيجر، اللي هي تبتدي اي واحده من دول وتجنراليز. الجنراليز سيجر وكلمه بارشال سيجر يعني معناها الكتريك اكتيفيتي ان ا بارت اوف ذا برين، مش فوكس يعني، يعني حته في المخ اوني لاتر. لكن الجنراليز سيجر انيشال انفولفمنت اوف ذا هول برين، البرين كله بيفاير مره واحده على الناحيتين. طبعا الحته دي الكتريكال مش تعرفها غير بالاي جي، مش تعرفها كلينيكال تمام. اشهر مثال في جنراليز سيجر في الابسنس، الطفل اللي بتشوفوه عند الاطفال واي حد قاعد في عند الاطفال هيشوف العيال دي فيري كومن. وحتى واحد بعد كده راح متنخ كده بص لك ما يتكلمش تمام، وممكن ساعات يبقى معاه حاجه اسمها اي ليك باي تلاقي عينيه كده قاعده تسقط تمام. طيب والاتيبيكال ابسنس هنعرف بقى الكلام ده النهارده بالتفصيل، والتونيك والاتونيك والمايكرونيك والانفانتايل سباس اللي هو الابيليبتيك سباس. ده مراجعة للمرة اللي فاتت. يبقى إذا عندنا partial seizure، عندنا generalized seizure، عندنا حاجات unclassified. البارشال سيجر simple partial seizure، complex partial seizure، secondary generalized seizure. هتعرف منين دي partial seizure؟ بالإي إي جي. تمام؟ وليه الكلام ده مهم؟ لأن في أدوية تنفع في البارشال سيجر وما تنفعش في الجنرال سيجر. اشهر مثال عندنا الفينيتول، اللي عندنا في العباسات البالوتين، والتجريتول نفس القصه. التجريتول والبالوتين لو اديته لعيال جنرال سيجر السيجر تزيد. فانت محتاج تقسم التقسيمه دي. يعني انت لو اديت لو وصفت العيال زي ما الدكاتره بتعمل في العباسيه، عيال داخل لك بمايك لونس وده هتشوف عيال الاطفال ومراهقين كتير، رحت مديله التجريتول تزيد. طبعا هنا الدكتور المؤدب المحترم في العباسيه بيكتب الثلاث ادويه. اولا تمام؟ الجنرالايز سيجر اهم تمام؟ وبعد كده الابيليبتيك سندروم دي بقى هنسيبها لان الدكتوره ايمان اقترحت اللي احنا نراجعها في الاخر خالص، فانا احترمت رايها
من الموضوع ده بيبقى محتاج. فالنهارده هنخش على الحته الثانيه بتاعت السيميولوجيكال سيجر كلاسيفيكيشن. اهو هو ده اللي كنت بكلمكم عنه من شويه. بعد ما الاي بي عملت كلاسيفيكيشن اللي هو ده يشخص لك النوبات عن طريق رسم المخ وعن طريق الكلينيكال، قال لك لا الدكتور اللي قاعد في العياده زي حالاتك وزي حالاتي في كل حته في العالم ما معهوش رسم المخ في ساعتها، انت لازم تقسم كده. فطلع حاجه اسمها سيميولوجيكال سيجر كلاسيفيكيشن، وهو ده محاضره النهارده. هو ده اهم جزء في الابليبسي. وهو ما بيعرفش يشتغل الشغلانه دي ما بيعرفش يشتغل ابليبسي بمنتهى الصراحه. يعني ما بيعرفش يعمل كده لان ده هيستوري. وابليبسي از كلينيكال دايجنوزز. وابليبسي از هيستوري تيكينج فروم ذا بيشنت اند فروم ذا انفورمنت. تمام؟ طيب ده اتعمل سنه 98، ده عباره عن ايه؟ قال لك ان السيميولوجي يعني الفينومينولوجي او الكلينيكال لوكاليزيشن بتاعك بتاع النوبات اللي هتجي لك هتبقى النوبات دي يا اما ابيليبتيك سيجر يا اما باروكسيزمال ايفنت. ملهاش حل تاني. والباروكسيزمال ايفنت دي بقى هنتكلم فيها في وقت تاني زي المحاضره الثالثه اللي هنتكلم فيها. احنا المحاضره الثالثه عنوانها ايه؟ دايجنوزز والايميتيتورز اوف ابيليبسي. الحاجات اللي شبه ابيليبسي اللي في حاجات ثانيه شبه ابيليبسي. الباروكسيزمال ديسكاينيسيز مثلا، السيكوم، مثلا الباراسومنيز. يعني كان لسه في طفله في العياده الاسبوع اللي فات، محمد كان معاك، معايا محمد، البنت الباراسومنيا اللي وقفنا لها الدواء. باراسوم معانا مريض باراسوم ابيليبتيك وفعلها ديباتين. طبعا بقى لها سنتين على الديباتين. طبعا كان لازم يسحبه بالراحه. والفيتس ما هي لازم تروح. ما هي لازم تروح بس مش ابيليبتيك. تمام؟ فباروكسيزمال ايفنت. طيب الابيليبتيك سيجرز انت كراجل قاعد في يا اما هتشوف اورا يا اما هتشوف اوتونوميك سيجر يا اما هتشوف حاجه اسمها دايلكتيك سيجر يا اما هتشوف حاجه اسمها موتور سيجر يا اما سبيشال. طيب الحته دي جت منين؟ قبل ما ابص في الجدول ده جت من ايه؟ ان النوبه الصراعيه او الفيمينولوجي او السيميولوجي بتاع النوبه الصراعيه بتتحرك في اربع سفير. يعني النوبه لما بتيجي في المخ هتيجي في حاجه من اربعه ما لهمش خالص. يا اما حاجه موتور ودي كلكم عارفينها تمام؟ يا اما حاجه سنسوري صح؟ يا اما حاجه اوتونوميك. طبعا دي كلاسيكيات النيورولوجي سام معروفه، اي حاجه في النيورولوجي لازم تفكر كده، يا اما سنسوري يا اما اوتونوميك يا اما موتور. الكلمه المشهوره بتاعت النيورولوجي سام، يعني اي حاجه في النيورولوجي انت بتفكر كده، هل الحاجه دي سنسوري ولا اوتونوميك ولا موتور؟ يتبقى الحاجه الاخيره ليفلد كونشسنس صح؟ ما عندكش نوبه بتيجي غير كده، لازم النوبه تيجي كده. يا العيان بيحصل له مشكله في الليفل اوف كونشسنس مثال زي الابسنس. الابسنس يبقى بيتنع. ولا هو بيحس بحاجه ولا في حاجه بتتحرك ولا بيحصل له حاجه اوتونوميك. اوتونوميك مثلا زي البالبيتيشنز والسويتنج والسنس اوف فير وكده. فدول اربع دوائر، دول اربع دوائر تمام. فساعات النوبه تيجي هنا وساعات النوبه تيجي هنا موت وساعات النوبه تيجي سنسور يحس بحاجه ماشيه باراسيسي. هتسمع الكلام ده تلاقي يقول لك انا في حاجه بتطلع لي كده، او في جاستيك بين ده مشهور جدا، يقول لك انا حاسس بطني بتقلب عليا، او يحس بحاجه في بوكه، او بيشوف حاجه فيجوال، او بيسمع حاجه تمام. يا اما اوتونوميك اللي يجي له دقات قلبه تبقى سريعه تسمع يقول لك دقات قلبه بتدق بسرعه بسرعه داخل في النوبه. الكومبينيشن من دول هي دي النوبه. طيب ملف ده هحط لكم طبعا النهارده بي دي اف. فالاورا دي تمثل مين؟ السنسوري صح؟ دي اورا. عشان كده هتلاقي ايه؟ سوماتو سنسوري اورا تمام؟ اوديتوري اورا، اولفاكتوري اورا، ابدومينال اورا، فيجوال اورا، كاستاتوري اورا، اوتونوميك اورا، سايكيك اورا. ومعنى كلمه سايكيك مش يعني فاكتيشس. سايكيك يعني ليها شكل سايكاتري. سايكل اورا اللي هو مثلا يخاف، واشهر اورا هي البانيك مشهوره جدا. اللي الطفل يخاف وبعد كده داخل في النوبه. تمام؟ طيب وساعات الاورا بتبقى متجمعه من دول، اللي هو يشوف حاجه فيخاف تمام؟ او يشوف حاجه فقلبه بيدق، قلت لهم الكوره. طيب. لا يعني
الحاجات اللي هي المعتاده ينفع تبين لنا المعتاد؟ طبعا ده كلام سليم، لو مصطفى ده كلام سليم طبعا، بس في المعتاد يا مصطفى، لان انا قلت لك ايه تعريف الكوره يا مصطفى؟ سبجكتيف سمبل بارشال سيجر، دي نوبه ممكن تجنرالايز وتتحول لنوع تاني ممكن لا. فالنوع الاورا دي في حد ذاتها از ايبيليبتيك، تاني بص اطلع فوق. الاورا دي عباره عن ايه؟ صح؟ مش ده العنوان اللي انت فيه؟ انت العنوان بتاعك كبير ايه؟ ايبيليبتيك سيجر. فالاورا دي عباره عن ايه؟ ايبيليبتيك سيجر، بس هي اسمها اورا. انت هنا بتتكلم في ايه؟ سيميولوجي، بتوصف اسماء. انا حاوصف اسماء النوبات الصرعيه. دي اسمها اورا، لكن هي نوبه. والنوبه دي ممكن تيفولف لواحده من دول، او تيجي مع واحده من دول، او تيجي قبل واحده من دول، بس هي في ذاتها نوبه. تمام؟ طبعا فائده الاورا ايه؟ ده سؤال مهم عشان نريح مصطفى. فائده الاورا حاجه واحده، اللي هي بتؤكد لك بالدليل القاطع كلينيكالي ان العيان ده عنده بارشال ايه؟ سيجرز. يعني مفيش ولا واحده مش جنرالايزد تبتدي في اورا، استحاله. يعني انت فكر فيها، اصل الاورا دي يعني ايه؟ يعني لوكاليزيشن. اوديتوري يعني انت تمبورال، سوماتو سنسوري يعني انت بارايتال، فيجوال اوكسيبيتال، استاتوري تمبورال، اوتونوميك تمبورال. يعني الاورا هي عباره عن لوكاليزيشن، فما تنفعش تيجي في حاجه جنرالايز. فانت لو كان كومبينيشن كذا تمبورال ساعات، نعم ساعات، بس انت اول لما تشوف الاورا في العام احمدك يا رب، اللي انا ما صدقت ان العيان ده بارشل عشان اعرف هديله مثلا تبيتول، هديله بيكاميتين او كده، وتبقى مطمن من قبل حتى تعمل اي شيء. لكن لو ما عرفتش تطلع الاورا كلينيكالي بتبقى ما زلت انت محتاس، انا عندي جنرالايز ولا ايه؟ ولا بارشل. وانا كنت متخيل ان الاورا دي اللي هي بريف مثلا، الواحد قبل سنه يحس ان هو هيجيله. ما هو ده يرجع ايه تعريف الفيت يا محمد؟ مشكلتنا احنا كدكاتره ان الفيت عندنا هي حاجه جي تي سي اس، هي دي هي بالنسبه لنا الفكره كده، جنراليز تونيك كرونيك سيجرز. والواقع مش كده، هم كلهم ممكن يوصلوا لكده، بس انت كدكتور انت الاكتس عندك او الفيت ديت ليها تركيب، انت عايز انت ما يهمكش انتهت بايه، ما كلهم في الاخر بينتهوا كده. المهم هي ابتدت ازاي؟ يعني انت اتفضل كده. هعرفها ازاي بين الاوتونوميك كوره والاوتونوميك سيجرز؟ حلو، قول لي بقى انت فكر. انا عرفت لك الاورا بايه؟ لكن السيجر لازم تبقى حاجه انت شايفها بعينك. فمثلا انت في بعض الاوتونوميك سيجرز اللي جلد العيان كله اللي هو الشعر يقف، تمام؟ او بعض العيانين بيحصل فيه حاجه اسمها هيب باس، البيوبلز تفتح وتقفل، فدي انت تشوفها. يعني الاوتونوميك اكتيفيتي ده لو انت شفته عرفت تعرفه كدكتور او الاهل يبقى اسمه اوتونوميك سيجر. لو انت ما شفتوش والعيان بس هو اللي حسه ده اسمه اوتونوميك اورا. يعني من اخر كلمه اورا دي ما فيش دكتور يعرف يشوفها، او الاهل بلاش دكتور انت مش موجود، الاهل العيان هو اللي بيحس الكلام ده. يقول لك انا قبل النوبه بشم ريحه وحشه، انا قبل النوبه بسمع صوت بدوق طعم وحش، غالبا بيبقى طعم وحش، بيحصل لي حاله خوف ورعب، بحس بطني بتقلب عليا كاني هرجع. العيان هيحكوا لك بعد كده. يبقى خليك فاكر ان الاورا هي سبجكتيف سمبل بارشال سيجر. طيب الاوتونوميك سيجرز يا خالد عشان اريحك، فيري رير كانسر، فيري رير. طيب دايلكتيك سيجر ممكن تيجي اورا وبعدها اه طبعا ايوه لان طيب تاني ايه انواع البارشال سيجر يا هلا؟ ثلاثه ما لهمش رابع، يا اما ايه؟ سيمبل بارشال سيجر، كومبلكس بارشال سيجر، سكند جنرال سيجر. فسهل جدا ان الاورا تقلب باي حاجه عادي، هتقلب بجي تي سي اس، هتقلب بمايجلونوس، تقلب زي ما تقلب. بس انت كدكتوره تفرق معاكي هي بدات ازاي عشان العلاج. العيان اللي بدا باورا وراح جي تي سي اس لو اديته ايبانيتين هيتحسن، لكن العيان اللي بيجي له جي تي سي اس من الاول لو اديته ايبانيتين هيتبهدل. اتفضل. ده ممكن ده سيمبل بارشال سيجر يجي له كوره بس؟ اه انت ما بتسمعش في العياده، انت ما في العياده يقول لك يا دكتور جات له النوبه الصغيره؟ لا هتسمعها، هتسمعها كتير. يقول لك يا دكتور ما بتجيلوش الكبيره، جات له الصغيره. اللي هي يعني ثانيه ثانيتين هو حسيت انها هتيجي الصغيره. اه مثلا حسيت انها هتيجي وما جاتش، جات لي حاجه وراحت.
ممكن تكون الاورا واحده يشوف حاجه وخلاص ادي نور بشر سيمبل بشر سيشن. اتفضل. الاورا دي جنراليزيشن طبعا ازاي انا هتلف جنراليزد على مستوى كبير فايرنج هنا هي تختلف في المكان حلو. وده يرجع للبارشال سيجر ازاي جنراليز دي قصه ثانيه احنا ما اتكلمناش فيها. لا بتجنراليز عن طريق حاجات كتير عن طريق مثلا الكوربس كالوزر عن طريق مثلا البرين ستيم عن طريق الـ كل الـ كل الليمبك سيستم اللي الليمبك سيستم من ناحيتين بتوصل واخد بالك يعني ده سؤال ثاني ازاي البارشال سيجر بتتحول جنراليز دي قصه ثانيه. بس احنا ما زلنا متمسكين ليه نفرق بين البارشال جنرال سيجر لان بيفرقوا في العلاج جامد يعني الجنرالايز ابيليبسيز ليه علاج غير البارشال ابيليبسيز تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا الدايره دي سنسور. طيب اخش في الدايره الموتور اسهل بدل ما اخش في الدايلكتيك وتتلخبطوا اللي هي دي نخلصها الموتور سيجر كلكم عارفين الموتور سيجر دي يا اما تبقى سيمبل موتور سيجر او كومبلكس موتور سيجر. سيمبل يعني حركه ساده لوحدها ما عادش اي حاجه زي اشهر مثال التونيك كرونيك خلينا نقول دي عشان دي كل الناس عارفاها. تونيك كرونيك يعني ايه تونيك سيجر يعني ايه كرونيك سيجر؟ تونيك سيجر ده الكلام اللي هتشرحه قبل لما تيجي المفروض التونيك سيجر يعني معناه سستيند كونتراكشن تخشيبا من الاخر سستيند كونتراكشن يبقى كلمة تونيك سيجر يعني سستيند كونتراكشن العضلة تخش كلونيك سيجر يعني حاجة زي التريمورز يعني انتربتد كونتراكشن تقعد تعمل كده دي كلونيك سيجر تمام. فكلونيك سيجر كده تونيك كلونيك خلاص عارفينها اللي العام بتاعنا بيخش من الأول كده يخش بشوية يخش شوية وبعد ما يخش بيروح إيه يتهز تمام. طيب فيبقى عندنا تونيك سيجر عندنا كلونيك سيجر عندنا تونيك كلونيك سيجر. طيب في حاجه اسمها فيرسيف سيجر. الفيرسيف سيجر دي عباره عن تونيك سيجر بس في الرقبه. في عيانين كتير يجي لك يقول لك انا اول تدين نوبه يروح رقبته حادفه كده يمين. فدي اسمها فيرسيف سيجر. فيرسيف سيجر يعني كونجكت موفمنت اوف ذا اي اند نيك اند هيد تو وان سايد. طبعا دي اهميتها ايه؟ دي اهميتها في الابيليبسي يعني اللي هو لما يجي يعمل عمليه بعد كده يبقوا عارفين الاكتيفيتي جايه منين مش هتفرق معانا احنا. بس الفيرسيف سيجرز ديت الفيرسيف سيجر ليها شكل وتعرفت ان ده جنراليز اللي احنا بنتكلم عليها حاجات ايه؟ الحاجات دي جنراليز. لما نرجع في الجدول القديم التونيك سيجر كان باشر ولا جنراليز؟ كانت فابريكا جنراليز. فالعين اللي بيحدث كده ده في اول النوبه وخد بالك من كلمه اول النوبه كلهم في الاخر بيحدثوا في حته سيبك بقى المهم في اول النوبه وزي انت لما تتعلم الكلام ده هتعرف تتكلم مع الناس اسالهم يا جماعه هو بيحصل ايه في الاول؟ مش هعرف ارد عليك بس هيتعودوا منك ان هم المره الجايه ايه؟ يركزوا. واخد بالك؟ فالفيرسيف سيجر ان الاي لوحدها اللي تبص كده او الاي مع الهيد او مع الهيد دي اسمها فيرسيف سيجر لوحدها تمام؟ الابيليبتيك سبازم دي الكلمه الجديده بتاعت الانفانتايل سبازم اللي هم اطفال الرضع اللي في اول سنه او سنتين هتشوفهم بيجي له حاجه اسمها سلام اتاك. سلام اتاك يعني كانه بيسلم هي اسمها بالانجليزي كده اللي هو يعمل كده يروح عامل تاني يعمل كده يروح عامل تاني بيحصل له تونيك سيجر في الترنك يعني اكزيال تونيك سيجر هي في الاخر اكزيال تونيك سيجر تمام ويز اتونيك سيجر في البروكسيمال ليب. فكانه هو بيقعد يسلم كده تلاقي امه شايلاه يروح عامل كده كانه زي الجناحات او وينجي بيسموها سلام اتاك لان كانه بيحييك. فدي مهمه قوي ان ليها علاج وعلاج واضح وعلاج سهل وبتتحسن فلازم نعرفها اللي هو الاي سي تي اتش دي بتاخد يعني كورتيزون الحاله دي بتاخد كورتيزون وتتحسن وعشان كده المهم ان تعرفها ان ده ما بتتحسنش على انتي ابليبتيك ده بتحسن على الكورتيزونات وده انت بتنقذه من المنتال بريبريشن لان لو ما خدش الكورتيزون هيحصل له منتال بريبريشن فعشان كده اسمها ابليبتيك سبازم الاسم القديم بتاعها كان اسمه انفانتايل سبازم بتحصل في الرضع بس اول سنتين هتشوفها من بعد ست شهور تمام. مايكرونيك سيجر زي الكرونيك سيجر بس مور بريف. مايكرونيك سيجر خليك فاكرها زي الكهرباء هم حتى بيقولوا عليها ايه؟ شوك لايك يعني كده بتيجي بسرعه كده وتروح بتيجي بسرعه كده وتروح تمام؟ هنشوف فيديوهات للكلام ده. فالمايكرونيك سيجر بتيجي كده نافضه وتروح ودايما بتيجي في كلاستر زي ما قالت لنا ايمان المره اللي فاتت ما بيجيش لوحدها وطبعا دي بحد ذاتها جنرالايز. يبقى اذا ديت اشكال السيمبل موتور سيجر او الموتور سيجر اللي هتكون مايكرونيك ابيليبتيك سبازم تونيك كرونيك تونيك كرونيك فيرسيف هتلاقي كلها تحولات لحاجه واحده. لكن الكومبلكس موتور سيجر اللي هي بتبقى كذا حركه مع بعض بيعملوا شكل.
فضل زي مثلا البرز او ما يقولك جنرالايز انا مثلا في رقبة او ايه ايه دي جنرالايز في البرين من انت الرقبة عشان تيجي كده كم حركة كم عضلة اتحركت اليمين والشمال فالاثنين الاثنين حصل لهم اكتيفيشن في البرين جنرالايز معناها البرين كله ولا ايوه البرين كله مش الجسم ماليش دعوة بالجسم البرين كله لا تو هيمسفيرز ما تو هيمسفيرز هو قصدي يعني ممكن تكون جزئية من هيمسفيرز اسمها جنرالايز نعم يعني مثلا الجزء الهيمسفير اللي بيتحرك دي ما بتشتغلش ما عملش عمل ليه سميت دي جنرالايز ايوه هي جنرالايز سيجر عشان تو هيمسفير مش كل الهيمسفير عارف زي الابسنس لما الابسنس الطفل لما يجي ويتنق هما حتتين في المخ اشتغلوا في نفس الوقت حتى لو مش كل المخ بس كلهم في نفس الوقت اشتغلوا هتلاقي كده بيفرق بينهم بالكوتش بس ده اللي يعني لو كوتش بالذات الاخت يبقى جنرالايز تمام ايوه بس خد بالك في حته صعبه انت لسه ما خدتش بالك منها هتفرق ازاي بس مش عايز اسابق الاحداث كلينيكال يعني انا هسالك سؤال وشوف ترد عليها ولا لا هتفرق ازاي بين دي ودي قول لي بقى هو ده المطاف اللي كل الدكاتره بتقع فيه في العياده وبالذات في هتفرق ازاي بين الكومبلكس بارشال سيجر والابسس استحاله كلينيكال استحاله الاثنين شبه بعض الاثنين شبه بعض واحد متنع ممكن يجوا في الاطفال مش عارف مش هتعرف هو بيبقى لوست في الكومبليت ماشي والاثنين دول كبر انت بتتكلم يا محمد يا سامي دي 40% من حالات الابليبسي كلها تمام وديت اشهر نوع من الابليبسي في الاطفال يعني انت لو جالك طفل في العياده الخارجيه متنع انت مش عارف ده هنا ولا هنا ودي ليها علاج ودي ليها علاج. ما نسبقش الاحداث، ما نسبقش الاحداث هتيجي. نعم؟ يعني هنا قلت لك هنا لوست خالص. ماشي بس هنا لوست لمده قد ايه؟ ثواني. فبالنسبه لي بيبقى اكتر. انا معاكي صح هو في فرق جوهري بينهم، اللي ده الكونشس لوست تماما. وده اولتر يعني ممكن يسمع كلامي في حاجات. بس ده اطول شويه وده اقصر شويه فبتتلخبط. طيب. خلينا في طيب الهايبر موتور سيجر دي فيري رير ما بتتشافش كتير اللي يحصل كومبلكس اكتيفيتي يعني بتبقى جروس موفمنتس مثلا في اللور ليمز جامده بيرفرس بقى والديب بتعمل في حاجه وترانكال اكتيفيتي وده بيبقى في الفرنتال لوب فالسيجرز دي مش كتيره اللي بيعمل شكل فيري فيجرس للجسم كله بالذات هتتشاف في العالم اللي نايم وفرنتال لوب سيجر يسموها هايبر موتور سيجر يعني جروس اوف موفمنت كبير جدا. جيلاستيك سيجر العام بيضحك. دي مشهوره جدا يعني يبتدي ان هو ديت سيبك من هايبر موتور مش هتشوفوها كتير، دي اللي هتشوفوها جيلاستيك. يبتدي ان هو يضحك. يضحك كده ها ها او تلاقيه كده سيري سمايلنج ويروح داخل في الموضوع. طبعا دي جنراليزيشن. يكون اللي هو ضحك في الاول دي جنراليزيشن. دي اسمها جيلاستيك سيجر. الاوتو موتور سيجر اللي هو الاوتوماتيزم. تمام؟ اللي يعمل حركه معينه دي يعمل حركه معينه بايديه تلاقيه بيهبش ودي هتشوفها كتير في العينين فاول ما يبتدي يقعد يهبش او لو قدامه حاجه يعملها وساعات يعني فيري رير ساعات الاوتوماتيزم ده بيبقى كومبلكس فممكن مثلا لو في حركه بيعملها يكمل او يقتل وده اللي حصل في حاله مره حكى لنا الدكتور غانم ان راجل يعني جزار بتاع حمام وفراخ متعود على الذبح فالحركه دي اوتوماتيك عنده تمام فكان بيزور بنته وجابت له هو الراجل ده كان ابليبتيك جابت له طبق ياكل وتفاح حاجات وسكينه فهو بيقطع السكينه كده جات له النوبه فايده وضع على حركه القطع والذبح فدخل في اوتو موتور سيجر فراح ذبح البنت اللي جنبه وبعد ما فهم النوبات لا عمل بوحه ما فيش اي يعني دافع اللي هو يذبحها او كده وكان الدكتور محمد غانم حكى لنا عن القصه دي احنا ما شفناهاش قال لك لما جه هنا في الطب الشرعي طلعوا مره لان هو ما عندوش اي دافع ودي حاجه فيري رير يعني ان الاوتوماتيزم ساعات يبقى كومبلكس تمام؟ رسالة أحمد فتحي في الموضوع ده اللي هو الفورنسيك أسبكت أوف إبيليبسي إن إزاي السيجر ممكن تكمل بحاجة أوتوماتيزم. سيبك من الكومبلكس موتور مش هتشوفها كتير خليك في دي الأهم سيبك من بعد كده السبيشال سيجرز بعضها مهم وبعضها مش مهم هقول لكم على المهم. الأتونيك سيجر دي مهمة. كلمة أتونيك يعني إيه؟ يعني مفيش تون. يعني مثلا الراس تروح على كده. دي النوبة بتاعته. دي هتشوفها كتير في الأطفال. الراس تروح على كده. مثلا
لو جات الاتونيك في كل جسمه هيسموها استاتيك، توقع. استاتيك يعني مش عارف يقف، يقع. تمام؟ بس سيبك من الباقيين، الباقيين مش مهمين، ما بنشوفهمش كتير. طيب يبقى كلمه سيميولوجي معناها اناتوميكال الكتريكال كلينيكال كورليشنز اوف وذ كورتيكال ريجن. السيميولوجي ده فيري هيلبفول في الدياجنوزس، بيختلف على حسب اللوكاليزيشن واللاتراليزيشن. بالنسبه للعنيف فارماكو ريزيستنت قبل ما نحاول الابليبتيك سيرجي اللي بنبقى عارفين احنا في اي حته، لما الاي اي جي ما بيفيدناش قوي السيميولوجي بيفيدنا بالذات في حاجات اكسترا تيمبورال. قبل ما اخش في بقيه الشرح ممكن اوريكم شويه فيديوهات عشان نطري القعده شويه لغايه لما ايمان تيجي، لان هي المفروض تشرح الكلام ده. في مشكله؟ استنى كده عشان ايه تشوفوها مع بعض كويس. ده فرونتال لوب سيجر، تمام؟ وواحد نايم وتجيله وهو نايم وبيحصل فيها الهايبر موتور سيجر. راحت فين؟ طب نشوف الابليبتيك سبازم ده الاول، مش عارف اللي مش شايفين. استنى بص، ده طفل رضيعه اهو، بس راحت هتيجي تاني، هتيجي تاني الحاجات دي. دي فرونتال لوب، بص ده واحد نايم، خلينا نشوفها وهي صغيره كده. شايفين الفيجرس موفمنت اكزيال واللور ليم، تمام، ودراعاته كلها. وطبعا انت واحد فينا شاف عليه سايكوجينيك، هو مش سايكوجينيك، لان مفيش حاجه تحصل اثناء النوم سايكوجينيك. شايفين بينط ازاي؟ دي اسمها هايبر موتور سيجر، دي بتحصل مع فرونتال لوب. مفيش حاجه اثناء النوم سايكوجينيك، ما ينفعش. تمام؟ بعد كده خد تونيك بوستشرنج عادي بقى، ياخد اي حاجه. تمام؟ ادي جنراليز سيجر، ادي كلونيك موفمنت. احنا دلوقتي بنوصف سيميولوجي، مش هنوصف اي حاجه ثانيه غير السيميولوجي. شايفين اهو في بروكسيمال كلونيك موفمنت في دراعاته الاثنين. تمام؟ انت بالنسبه لك دي جي تي سي اس، لكن هي ما بداتش جي سي تي اس، دي بدات في هايبر موتور سيجر. واحد ثاني فرونتال لوب اهو، هو نفس العيال صح؟ عندي متسجله في معمل فيديو اي جي، والاماكن اللي فيها فيديو اي جي انا مش كتير للاسف. طب ده جيلاستيك، بص عليها كده، بص هتضحك ازاي. هي بص بدات تضحك، فاحنا هنعرف من الاي جي، هنعرف من الجنراليزيشن بعد كده. بعد ما جت الجلاستيك سيجر بقت تايهه شويه. هي جي تي سي اس، هي نايمه دلوقتي، ده الاي جي بتاعها. بروكسيمال تونيك سيجر حصل في الدراع اليمين اهو، شايفين الابليبتي فور الاكتيفيتي كلونيك. بعد كده قعدت كلونيك على ناحيه واحده، دي هيمي كلونيك سيجر. وبعد كده قعدت جنرالايز، بص جت الناحيه الثانيه، الدراع الثاني، شايف البريك كله بقى بيفاير، بس لما بدا كان في حته واحده. تمام؟
فده مثال الجي دي سي اس الشهيره اللي احنا كلنا عارفينها. وده مثال كلاسيك قوي اثناء النوم، اللي الواحد وهو نايم تبتدي اول بارشل وبعد كده جنرالايز. في حاجه هيستيريكال، وحد يبقى يقول لي ايه هيستيريكال؟ مش شبه الحاجات بتاعتنا، هي بتهايبر فنتليت عشان تدوخ نفسها. ده ما يعني الهيستيريكال يعمل الحركه دي، يقعد عشان يخش في الكالوزز ويدوخ ويبتدي يعمل حاجات انفولنتري موفمنت. ما عندناش حاجه ريزمك كده الصدر يقعد يطلع وينزل. طبعا لو واحد مش فاهم وشاف اقول لك البنت دي في ابسنس اكومبلكس بارشال سيجر، بس الريزمسيتي بتاعت الموفمنت دي غريبه شويه. ماشي؟ انا بس جبتها عشان اوريكم ازاي الهستيريكال سيجر. جوفينال ابسنس، هي بتنادي عليه وما بيردش. وبص البرين كله بيفاير ب 3.5 هرتز. سبايك اند ويف، سبايك اند ويف، مش بيرد على الممرضة. يعني دي حاجات سريعة وبعد كده هنشرحها بالتفصيل. مايكرونس، بص شفت عامل ازاي؟ زي الكهرباء مرة واحدة أو واحدة. بص لما تقول له افرد ايديك، هي بتوجه له امر عشان تشوفه كونشس ولا لا. نعيدها تاني دي. بص هو قاعد اهو، جات له النوبه دي مايكرونيك موفمنت، فهي جايه تنادي عليه تشوفه بقى انت واعي ولا لا. تقول له افرد ايديك، راح فرد ايده سمع كلامك، يبقى هو كان واعي ساعتها. تمام؟ طيب ده اورال اوتوماتيزم اللي هي الاوتوموتيف سيجر. بص الواد بقى بيعمل ازاي؟ هتشوفها كتير، يبس ماكن، يقعد كانه بيرضع، دي نوبة، جنراليز ده البريك كله بيفاير. تمام؟ أهو مش بيرد عليك. تمام؟ كتير قوي في الاوتوماتيزم موضوع يبس ماكن ده. اللي هو يقعد يعمل كده. تمام؟ طيب. ده هي السايكوجينيك، بص كرونيك موفمنت في ناحية واحدة. وتحس اللي هي فيها إيه؟ زي هزة بيهز. يعني الجسم لما تيجي كلينيك موفمنت ما يقعدش يهز كده، الليمب كله هيتهز، لكن ده هو كانه فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن. بص التمبرال لوب سيجر او التمبرال لوب ابيليبسي، هنشوف هتبتدي ازاي مع الراجل ده. طيب ده بدا اهو كومبلكس بارشال سيجر، بدا يحصل له هو دلوقتي altered level of consciousness، بيحصل له wandering. هو دلوقتي wandering قاعد بيتحرك عايز يروح في اي حته. تمام؟ تمام؟ بص هتجنرالايز دلوقتي. الراجل ده لسه اولتر كومبلكس بارشال سيجر. بص متنح لها، بيبص لها بس مش فاهمها. الحركه دي مش كلونيك سيجر. دي حركه كده بيزور اي حاجه، عايز يتحرك، عايز يروح في اي حته. وده لو واقف ممكن يقع، ممكن يتخبط. عشان الواندرنج مش عشان السيجر. يلا هو ليه؟ طب في الاف انت اللي هتجاوب مش انا. دي تمبر لوب برضه. تمبر لوب بياخد اشكال كتير. حاجه اسمها داكريستيك سيجر اللي هي بتصوت الاول كراينج، وبعد كده خدت تونيك موفمنت، وبعد كده كلونيك. الداكريستيك سيجر دي حاجه جنرالايزد، وهي بعد كده بقت جنرالايزد. دي مش فيرسف سيجر، هي دي بصت في الاخر هنا، لكن لو كانت بصت من الاول هنا كنا قلنا عليها فيرسف سيجر. تمام؟ هو ده منظر كلنا عارفينه جي تي سي اس. دي تونيك كرونيك ديورنج سليب برضه. ده طفل نايم اهو. بص دي كرونيك موفمنت، بروكسيمال كرونيك موفمنت في دراعاته الاثنين وفي رجله الاثنين. بص في كرونيك موفمنت هنا. احنا بنوصف سيميولوجي دلوقتي.
مش دعوه اللي جايه منين وسببها ايه. تمام. اشهر حاجه تحصل اثناء النوم طبعا هنشوف بقى التونيك سيجر اللي هو كانت فاتتنا في الاول. بص شايف في بروكسيمال تونيك بوستشرين في دراعاته الاثنين بالذات على الشمال اكتر، بس التونيك سيجر اصلا حاجه جنرالايز. بص واخد تخشيبه ومخشب. وساعات التونيك سيجر بتاخد منظر مشهور كده حاجه اسمها فينسي او فيجر اوف فور. ده بيبقى ليه مكان معروف في المخ اللي هو سبلمنتري موتور ايريا. لو عشان لو سمعت الكلمه دي ساعات التونيك سيجر تلاقي البني ادم يعمل كده او يروح عامل كده. يعني اسيمتريك تونيسيتي. ده سيمتريك يعني الولد ده كان سيمتريك عمل كده، لكن في بعض الناس راح عامله كده في جو فوق كانه رسم اربعه. تمام. دي طبعا جنرالايز سيجر. خلاص ولا ايه؟ ادي ابسنس. بص بيتكلموا ماسك القلم بص دخل في ابسنس دخل في ابسنس ما بيردش عليه دخل ثانيتين ثلاثه في ابسنس وبعد كده كمل يرد عليه. نعيدها تاني. بص ركزوا فصل كان بيعمل اكتيفيتي وفصل منك ده عايز يشيل شغال على التربوز هيكمل. بص راجع كمل ما فرقتش معاه اي حاجه. بص ادي السلام اتاك. بص حصل لها epileptic spasm تحصل دايما في الاطفال الرضع. ماشي خلاص دي احنا في فيديوهات كده شفناها كلها. ايمان بقى تشرح لنا كل واحده بالتفصيل. انا شرحت المخطط بس والجدول. عايزين بقى هتكلمينا عن كل واحده. ماشي معانا لا لا هنظبط. طيب القصه دي خلي ده معاكي بس الاول وانت قاعده ممكن تشرحي اول زرار. ايش هو عيب البرنامج ده مع الاجهزه الصغيره دي؟ بيبطئ الجهاز جدا. شرحنا دول مش فضلي. طيب هقول لك كل الترمز اللي احنا يعني ممكن واحده نقراها ما نبقاش طبعا احنا عارفين التونيك. يعني لو في حاجه انت مش عارفينها يا جماعه ماشي انا حاولت اجيب الترمز. الهدف من السيميولوجي ان احنا زي ما دكتور احمد قال لكم احنا ليه بنعمل السيميولوجي ده؟ علشان في النهايه هم لقوا ان الابيليبسي في النهايه مش كله بيتعالج كويس. فهم هدفهم بره ان يجي العيان من الباب كده تقول له لا حضرتك هتروح على السيرجن. ما يعرفش يتعالج وبعدين نقول لا ده ريزيستنت وبتاع فهو يبقى من بره. طبعا القصه بتاعة السيرجري متقدمه عن عندنا كتير قوي قوي. فالقصه ان هم دلوقتي ابتدوا يستخدموا تيرمز كل الكتب هتلاقوها موجوده. في الريبورتس اللي احنا بنكتبها بقت التيرمز دي موجوده. فاحنا لازم على الاقل حتى لو احنا مش عندنا النهارده السيرجري دي حاجه ابليكابل عندنا بس احنا بنحاول عيانين بره ممكن يعملوا سيرجري. بعد شويه هيبقى ده اللغه اللي العالم كله بيستخدمها فلازم السيميولوجي كلمه السيميولوجي والترمز اللي هم بيستخدموها احنا بعد كده نعملها لما نيجي نوصل بيت نكتبها بالسيميولوجي ده الترمز دي.
تمام؟ فالتونيك دي طبعا اللي احنا كلنا عارفينها اللي هو ال 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 هو عامل مشكوك كده. الفيرسيف هنا هو بيتكلم عن الفيرسيف عامه، ممكن يجي في اي حته. الفيرسيف ده بيقول لك ان هو بيبقى سستين فورس، سواء بقى كان ممكن يجي في الاوبن، ممكن يجي في ال في الراس، ممكن يجي في ال في الترامب كله. كلمه فيرسيف دي انت عشان لما تيجي توصف عيان ما تقولش ديفيشن بس، لا ديفيشن ولا فيرسيف تفرق، لان دي ليها مدلول عنده، هل دي كده ريزيستنت ولا العيان ده هيجيب نتيجه، هتاخد جاي واللوكاليزيشن بتاعها هتفرق. تاني يعني انت النهارده لما عيان بيعمل كده مثلا، عمل عينيه كده تمام، دي هو حصل ديفيشن للاي، احنا كلنا بنكتب ديفيشن، حصل ديفيشن للاي، ديفيشن دي لو عمل كده، لكن لو بسرعه كده بقت فيرسيف. والديفيشن ده يا جماعه مهم اللي بيحصل في الاخر زي ما قلنا، يعني فاهم في الاخر كله حتى واحنا بنكمت بنكمت زي ما قلنا نقول ديفيشن، هنلاقي ان دي ليها معنى ودي ليها معنى، كلمه فيرسيف دي ليها معنى والديفيشن دي ليها معنى ثاني خالص في الترجمه بتاعت ديفيشن. في نوع تاني في حاجه اسمها ديفيشن، يعني بسرعه والوقت في الاول يعني السيجر بتبتدي كده بالظبط وكده، يعني فاهم بسرعه جدا بتلاقيه، يعني تلاقي السيجر بدات كده بالظبط اولا، يعني قاعد مثلا خليني اقولها لك على الهيد فيرس، هيد تيرنج يعمل كده، ده العين قاعد معاك عامل كده، والهيد تيرنج ده ساعات بيكون جزء فيرس بقى من جي سي اس يعمل كده فجأة تقوم ده ومعاك يقول لك يعمل كده وبعدين يرجع كده، يعني دي فيرس في دي فيرس اثنين فيرس، يا اما يعمل حته فولد باي فيرس يا اما فيرس على طول. دي انت لما تيجي تترجمها ممكن تكتب هيد ديفيشن، دي ملهاش معنى، لكن الهيد فيرس فيها معنى عادي تمام. الدستونيا، الدستونيا ليها اشكال كتير بس اكتر حاجه اللي احنا بنشوفها اللي هي الدستونيا اللي هي بتاعت الايد، تلاقي العين عامل كده السناك لاين دي، دي ممكن تيجي في اي شكل، ممكن تيجي في الكتف بيعمل كده، تلاقي كتفه ده طلع كده فجاه كده، انت ممكن ما تحسش ان دي دستونيا اصلا، بس تلاقي كتفه ده عمل كده طلع لفوق فجاه، دي اسمها دستونيا. دول اكتر شكلين بنشوفهم تمام. المايكلونيك زي ما احنا قلنا، المايكلونيك تبقى شبه يعني ايه النطره كده، العين تلاقيه يتنطر معاك كده، دي برده ممكن تيجي في اي حته تمام. في حاجه اسمها نيجاتيف مايكلونيك انا ما شفتهاش الصراحه، اللي هي اللي بيحصل مع ما بنشوفهاش في الابيليبسي اكتر، بنشوف عليها هيباتيك وكده، اللي هو الفلابنج، عارفين فلابنج؟ الهيباتيك فلابنج، ما ده نيجاتيف مايكلونيك اللي هو مثلا بتخلي العيان يحط ايده كده هتلاقيه هو حاطط كل شويه ايده تقع، كل شويه ايده تقع، كل شويه ايده تقع. فالنيجاتيف مايكلونيك هو مايكلونيك بالعكس، ان المايكلونيك هو يعني بريف كونتراكشنز، النيجاتيف مايكلونيك سادن لوس اوف كونتراكشنز، يعني هو عامل كونتراكشن يحصل له سادن لوس تمام. هو مش بس مكتوبه ان انت مش هتعرف ان العيان عنده غير لو هو عمل اكتيفيشن للمصر، يعني زي ما احنا بنقول انت مش هتقدر تعرف ان هو عنده فيتس غير لما الخليه يعمل كده ودي بتقع، فلو هو قاعد مش هتعرف هو ياخد باله من ايه، هو هيجي يشتكي لك من ايه الحاجه بتقع منه، هيجي يقول لك ان هو بيقع، هي لما اضطر وهو ماشي لما جات له الفيتس وقع، فهي دي ما بتتشافش يعني عادة فاهم، هو هيجي يشتكي لك يا اما الحاجه بتقع منه يا اما هو بيقع تمام. بصي احنا هقول لك، بصي في حاجات كتيره قوي احنا المره دي هنقول التيرمز تمام، عشان لو العيان قدامك وانت بتوصفه سواء بقى فيديو اي جي سواء العيان جاب الفت قدامك ده انت هتشوفه هتوصفه، العيان هيجي يقول لك ايه غالبا العيان ما بيجيش يقول لك اي حاجه من الكلام ده خالص، فاحنا المره الجايه الدايجنوزز ده هنحاول نقول لكم بقى الكلام اللي العيانين بيقولوه، يعني العيان بيجي يقول لك انا وقعت، ما بتبقاش عارف بقى دي جنرالايز دونيك كلونيك استاتيك استاتيك استاتيك. عندنا حاجه في السيكاتري اسمها استيزي ابيزيا، هتشوفوها في عينين العسكريين كتير، كل شويه يقع كل شويه يقع، تيجي توقفه يقع، دي حاجه سايكوجين، فدي في العيان بيجي يقول لك حاجه ثانيه خالص، لكن انا بتكلم ان احنا دلوقتي لو احنا عندنا فيديو اي جي او لو عندنا عيان بيفكس قدامنا واحنا بنكتب او هو صور لنا الفيديو جامد هنوصفه بقى اكوردنج للترمينولوجي الجديده تمام. الكلونيك زي ما احنا قلنا، الكلونيك ده هي الفكره ان هو بيبقى في الـ في الـ في الـ كذا واحده ورا بعض فاهمين، يعني شبه قوي المايكلونيك بس بيجي في البروجرام كده وبيبقى شكله عامل زي كده، يعني عمال يعمل معاك كده تمام. الجاكسونيوم مارش ان العيان في جاكسونيوم مارش ان العيان بالذات اللي هم في الكومبلكس بارشال سيمبل بيبتدي العيان بمارش، يعني يبدا الاول في صباعه وبعدين تلاقي ايده
بعدين رجله بعدين يلف فاهم يعني يبتدي المارش يعني يبتدي يلف في العين كله زي مايكل جاكسون يعني احنا واخدين ولا دي مش مايكل جاكسون عشان بيرقص يعني لا معرفش اسمي ايه عشان ايه تمام اتونيك يعني التون فجاه لاف خالص مفيش تون وما بيقع بيبقى لو هو قعد ثواني بتلاقي التون في كل وقت يعني حتى لو بعد ما بيقع بيبقى اتونيك ماشي عشان تفرقيها عن حاجه في الاستاتيك احيانا العيان بيحصل له دروب اتاك بس في تون وممكن الدروب اتاك تيجي كمان ساعات في حته وحته لا يعني فاهم يعني تلاقي العيان يقع كده ويكمل على كذا مرحله فالاتونيا لص التون خالص يقع مفيش تون خالص تمام السينكرونس دي هما بيتكلموا على السينكرونس ان هو انت عشان انت بتوصف فبتقول مثلا ان حصل له كذا وفي نفس الوقت كان بيحصل في الايد الشمال كذا فتقول سينكرون ان الاثنين دول حصلوا مع بعض في نفس الوقت يعني زي ما احمد شرح لكم في الكومبلكس بارشال كومن قوي ان انت تلاقي اوتوماتيزم في ايد هنشوف يعني ايه اوتوماتيزم وديستونيا في الايد الثانيه الاثنين دول حصلوا في نفس الوقت او واحده حصلت والثانيه بعدها فانا عشان كده اقول ايه ان ده سينكرونس مع يعني في نفس الوقت وفي نفس الطريقه الاثنين حصلوا في نفس الوقت الاوتوماتيزم الاوتوماتيزم ده مهم جدا يا جماعه الاوتوماتيزم ده هيفرق لي حاجات كتيره قوي قوي عن بعض اهم حاجه واللي احنا بتقابلنا كتير قوي ان هيفرق لي الابسنس عن الكومبلكس بارت ليه الحته اللي كنت بقولها من شويه دي عشان دي اصعب حاجه ازاي تفرق الاثنين دول الابسنس عن الكومبلكس بارت كومبلكس بارت يفرق عن الابسنس بالاوتوماتيزم الاوتوماتيزم ده عباره عن ايه ده ريبيتيتيف بيهيفير اي بيهيفير ممكن يبقى ريبيتيتيف وغالبا بيبقى سيمبل قوي يعني غالبا يعني اللي بيحصل ده حاجه جديد. زي ايه مثلا الكومن قوي هي الحركه دي الهاند دي المانوال دي اللي هي بتاعه الهاند اوتوماتيزم ودي بتحصل لما بتحصل يونيلاترال ولاترال الشكل ده بيسموه يونيلاترال مانوال اوتوماتيزم تمام تيجي يقعد يعمل عين كده ممكن تيجي بشكل سماكينج احنا مره عيان عندنا جه معرفوش ان هو بيجيله فتس هو بيجيله الفتس عباره عن ان هو بيجيله كومبلكس بارشل بيقعد كده وبيقعد يعمل كده كانه بيملك معرفش ان هو عنده فتس غير لما جات له الفتس وهو بياكل وشه كان بكره فكسر سنانه اه لانه هيكمل مش هيقف عاده الاهل ما بياخدوش بالهم قوي من القصه دي لان هو ممكن الاوتوماتيزم يكمل في الحاجه اللي هو شغال فيها ليه اهميه في اللوكاليزيشن واللاتراليزيشن يعني بيقول لك ايه الاوتوماتيزم ده غالبا بيبقى ايبسي لاترال يعني لو حد بيجيله في ايده الشمال يبقى غالبا الفوكس عنده في ايده الشمال وفي ناس رجعت قالت لك لا ده هي غالبا بتيجي باي لاترال بس الناحيه الثانيه بيبقى فيها ديستونيا فمغطيه عليها بس عاده انا لو انا شايفه عيان عمال يعمل مثلا في ايد كده والايد الثانيه دي كده غالبا انا بتكلم ان العيان ده الفوكس عنده شمال تمام في اشكال رير اكتر ما بتجيش دي اللي هي السبيتنج اوتوماتيزم واللمب اوتوماتيزم دي بتيجي بردك العيان مش هيجي يوصفها لك هيقول لك انا بقع مثلا او فجاه يلاقي يقعد يعمل مثلا برجله حركه كده فاهم دي ما بتيجي دي بتيجي ليه بس لقوها برده ليها لوكاليزنج 100% برده تمام البرزنت كونشس المفترض ان انا دايما بوصف الكومبلكس بارشل ايه الكومبلكس بارشل العيان بيحصل له لوس اوف كونشس او امبيرد كونشس معاها اوتوماتيزم ده الكلاس ده اللي احنا كلنا عارفينه رجع قال لك لا ده احيانا لقوا ان عيانين بيحصل لهم كومبلكس بارشل والكونشس بيبقى ريزيرف عشان كده لما احنا المره اللي فاتت قلنا العيان لما بيجي لي وعنده فيتس اساله اسمك ايه عندك كام سنه لان هو لو عنده ريزيرف كونشس بتاعه لسه موجود هيرد عليا او مش هيرد عليا بس بعد ما يخلص يقول لي انت سالتيني كذا وانا ما عرفتش اجاوب عليك كونشس ريزيرف ما في سبيتش فاهمين قصدي؟ يعني العيان ممكن يبقى الكونشس بتاعه واعي بس مش عارف يرد عليا، فبعد ما يخلص الفيز اقول له انا سالتك على حاجه يقول لي مش فاكر، ما خدتش بالي، او يقول لي اه بس انا ما عرفتش ارد عليك، جيت ارد ما عرفتش ارد. تمام؟ دي كل ده سيميولوجي، يعني برضك ان السبيتش يقف دي ليها معنى. غالبا انا بتكلم هنا في الافيزيا اللي حصلت له دي ان هو ما عرفش يرد عليا، غالبا يبقى انا بتكلم في الايه؟ prominent hemisphere. تمام؟ برضك لما يحصل بريزيرف كونشس لما يجي لي عيان والاقي عنده اوتوماتيزم والاقي فيه بريزيرف كونشس يبقى العيان ده في النون دوميننت هيمسفير طالما الكونشس بتاعه بريزيرف يبقى هو في النون دوميننت انتوا عارفين الدوميننت هيمسفير طبعا بنحدده ازاي؟ بالهاند رايتنج
الهاند رايتنج، الناس الهاند رايتنج غالبا البروميننت بتاعهم الشمال، الناس الليفت رايتنج 70% منهم برضك الرايت هو البروميننت. شمال شمال. دي اهميتها ايه بقى؟ اقول لكم ليه هم الناس اللي بره بيهتموا بكده، عشان انا 11 عيان عامل له عمليه وجات في البروميننت، وانا حددت ان العيان ده جاياله في اليمين، بس اليمين ده البروميننت بتاعه، وانا داخل اعملها له في حته قريبه، انا ممكن كده اطلع العيان اما بتجيلوش فيكس بس يطلع افيزيك مني. الحاجات دي كلها بتفرق لو انا ببعت لحد عشان يعمل سيرجري، كل كلمه بتفرق معاه. تمام. البيرنج تيرمين اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هو الهيد، تبقى الهيد تيرمين ده كلمه هيد تيرمين كتير قوي، والاوكسيبيتال ليها شكل غير التيمبرال غير الفرونت، لكن الفيرتيف هيد تيرمينج دي كومن قوي مع التيمبر، دي اكتر حاجه مع التيمبر. تمام. طريقه ليه تفضل هيد على الفيرتيف؟ عشان في حاجه اسمها هيد تيرمينج وحاجه اسمها فيرتيف هيد تيرمينج. لا انا ما بوصلهمش، في حاجه كده في حاجه كده. وليه الفرق؟ الفيرتيف في اي لوكاليزيشن بتفرق. لا الفيرتيف هيد تيرمينج، انا كده بص هقول لك ايه بقى. الحاجات دي اللي ليها ثقل في، يعني هم عملوا عليها استاد كتير قوي ولقوا ان هي ليها لوكاليزيشن ولاتراليزيشن افكت. يقول لك ان الهيد تيرنينج ده لما يحصل قبل السكند ريجنراليزيشن على طول، دي كده ليها لوكاليزنج افكت، ليها لاترالايزنج افكت. لاترالايزنج افكت. تمام. يعني العيان لما يعمل كده غالبا دي ابسيلاترال، الهيد تيرنينج دي ابسيلاترال هيد تيرنينج بس ملهاش قيمه، لكن لو حصل افيرزف هيد تيرنينج قبل السكند ريجنراليزيشن دي لاترالايزنج صار. اللي 100% اللي 100% اللي هي اللي انا حكيت لكم عليها دي، دي بقى كده تحلف وتقول ان الاول كانت ابسي لاترال كونترا لاترال. يعني افيرزف هيد تيرنينج يعني بالشكل ده تحلف بقى ان العيان ده وانت قاعد كده ومن غير اي حاجه تقول انت كده عندك الفوكس دي في اليمين وغالبا دي تمبر، هيعمل اي جي، لو طلع الاي جي طلع هيطلع كده. ان هم بيحاولوا يرسموا من الكلينيكال بيكتشر اللي هيلاقوه في الاي جي واللي هيلاقوه في الام ار اي كمان، عشان لو الكلام اللي انا بقوله ده صح انا كمان عارفه انت هتجيب نتيجه ولا لا على العلاج. لا ده انا كمان عارفه انا لو وديتك تعمل عمليه هتجيب نتيجه ولا مش هتجيب. فاهم ليه القصه كلها عماله بتكبر يوم عن يوم في السيميولوجي؟ ان هو عايز من الاخر كده ان ده كل، يعني ده زي ايه، كل واحد من دول ليه مرض، انا عارف علاجه وعارف البروجنوزز وعارف 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 عن طريق ان العيان هو داخل لي بيوصف لي او بص انت علاجك كذا كذا كذا. تمام. تمام. لا بيحصل في كومبلكس برشا. لا ده الفرق ما بين، انا عشان الالم اللي جت دي دي كان عشان يعني فاهم ولا لا؟ عليك نور. وعشان يعرف في اتينيا ولا لا، يعني هو مسكوا القلم، هو مسكوا القلم كده هو عشان يفهم. تمام. هو بيديله اوردر، هو عايز يعرف اثناء الابسنس هو فاهم الاوردر ده ولا لا. دي نقطه. النقطه الثانيه هيلوس تون ولا لا، لان لو لوس تون وحصل له اتينيا دي جنراليزيشن، واخد بالك؟ هو عايز يعمل اكتيفيتي، يحط في اكتيفيتي ويشوف النوبه. النوبه لما هتيجي هتوقف الاكتيفيتي لكن هيرجع يكمل. يعني الولد اللي وريناه الابسنس رجع بعد كده بعد ما خلص رجع كمل. انت بص في حاجات كتير قوي بتتفرق كمان ما بين الكومبلكس بارشل والابسنس، غير لان الاورا، الاورا اللي بتيجي في الكومبلكس بارشل ما بتجيش في الابسنس، البوست اكتال بيجي في الكومبلكس بارشل ما بتجيش في الابسنس. يعني العيان بعد ما بيحصل له كده بيبقى تعبان ومدروخ او ممكن يبقى لوست اوف كونشس، يعني بعد ما يعمل كده يقعد او يجي جاست بس حتى ان هو يبقى منهك، ده اسمه بوست اكتال، ده ما بيجيش في الابسنس. الابسنس العيان الطفل ما يعني من كتر ما هو بيبقى طبيعي لا هو بياخد باله ولا الام ممكن تاخد بالها. هو مثلا حتى دايما يقول لك الكومنت اللي احنا بناخد باله ايه ده، انا ما عرفتش غير لما ابتدى يتملى ويوقع كلام، هو ما ياخدش باله انه وقع او بيعمل حاجه يقوم معدي كلمتين ومكمل تاني، ما بيحصلوش حاجه لا قبل ولا بعد، هي بتيجي يقع ويرجع تاني. هو حد من ساعات ما ياخدش باله انه حصل له حاجه. ان انا مره شفت عيان كان على اي جي على الرسم على الجهاز بتاع الرسم وجات له الفتح، فسالته انت حصل حاجه؟ قال لي لا عادي انا مكمل. هو مش حاسس ان في حاجه اصلا، لكن بوست لكن الكومبلكس بارشل العيان بيبقى حاسس، حاسس بالقوره وحاسس ان هو بعدها تعبان، اه مش حاسس بالحته اللي وقعت منه لكن حاسس بقبلها وبعدها. الحته دي مهمه قوي يا جماعه. هو ببساطه الاي جي هيفرق بينهم بمنتهى البساطه، بس انت قاعد تعمل اي جي محتاج كلينيكالي تفكر كويس، لان الادويه بتاعت ده لو جت هنا هتبهدل دول.
يعني الاعيان اللي كومبلكس فاشل حطيت ادويه هنا واديت الاعيان ابسس ده تجليتول مثلا ولا ابسن ولا ايبالوتين هيزيد هيزيد جامد. فهو الاي جي هيفرق منهم بمنتهى السرعه هيبقى لك انا جنرالايز اكتيفيتي وهنا فوكال اكتيفيتي بس هما كلينيكال بيلخبطوا فتحتاج تدقق فيها شويه. هو كومبلكس فاشل مش دايما بيبان على فكره في الاي جي ودي مشكله برضه ان انت عيانين كتيره جدا انت عارف ان هم ابليبتيك بتعمل لهم اي جي والاي جي بيطلع فري ده مش معناه ان هم مش ممكن يبان لما قرروا ولا الهوا ده انا عايز اقول لك ان هم في عيانين بيحطوهم على فيديو اي جي وما بيبينش الفيس وبيخشوا يعملوا لهم سكالب اي جي وساعات ما بيبينش والكورتيكال هي اللي بتبين يعني في بره بقى بيعملوا ايه يفتحوا يعملوا سكالب يجي على السكال وبعد كده على الديوره سوري الديوره يعني يعملوا على الديوره مره على السكال مره على الديوره ومره بيشيلوا الديوره ويحطوا بقى على الكورتيكال يعني ممكن لغايه الديوره ما يلاقوش كورتيكال يلاقوا العين بيفتس انت شايف لا قدامك العين بيفتس ده الحاجه الوحيده الدياجنوستيك في الابيليبسي كلينيكال يعني الهيستوري اللي انت بتاخده من العيان ده الحاجه الوحيده الدياجنوستيك اي حاجه ثانيه بتاد اون على اللي انت خدته تمام. احنا قلنا الهاند والاي ديفيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه تمام. الحاجات دي الاورو اليمنتري ده اللي هو اللي كنا بنتكلم عليه ده ممكن يبقى نوع من انواع الاوتوماتيزم تمام. ممكن يجي باي شكل تمام. الميماتك دي اللي هو العيان يديني ايموشنال يعني تلاقي العيان يخش كده انت شايف اكسبريشن يعني العيال لما بيخش في الفيت فهو مش حاسس بحاجه هو بيديلك فيشل اكسبريشن محدده غير ان العيان يجي يقول لك انا حاسس ان انا خايف. اولا العيان لما يجي يقول لك انا حاسس ان انا خايف دي غالبا قوره مش فيت يعني دي القوره اللي قبل الفيت تمام. لكن ان هو بقى انت هو دلوقتي ممكن يكون الكونشس مش موجود بس انت شايف على وشه فيشل اكسبريشن معين هو ده تمام. كل ده انواع الاوتوماتيزم صح يا دكتوره ايمان؟ لا انا جايبه لكم التيرمز انا مش مجمع انا بقول لكم التيرمز اللي انتوا لو قريتوها ممكن تلخبطوا او لو انتوا بتوصفوها غالبا احنا ما كناش نعرف الكلام ده قبل ما يعملوا السيميولوجي يعني كنا بنقول ايه يعني كنا لما يجيب عيان بيفتس تقول لك ده جنرالايزد ولا فوكال ولا ايه وخلاص ما كناش بنوصف اكتر من كده اخرك مثلا تقول ابتدت في اليمين ولا الشمال ابتدت بايده ولا بعينه ولا برجله فاحنا انا جايبه لكم التيرمز الغريبه لكن في كميه صوره بالعبيط اي حاجه ممكن تيجي قوره اي احساس ممكن يجي قوره اي حاجه ممكن تيجي اكتر اي حاجه ممكن تيجي بوست اكتر انت هدفك انك توصف انت قاعد جنب العين العين بيفتس بوصف وما اوصف بعد ما اوصف بقى وقتك اقعد اراجع التيرمز ده معناها ايه يعني هو لما حرك راسه دي كان معناها ايه هل معناها هيد تيرنينج ولا معناها افيرجن العيان ده لما ضحك هو كان بيضحك بجد ولا دي كانت فشل اكسبريشن فاهم ليه؟ لان دي ممكن تبقى معناها وعملك او هتبقى الجلاستيك اللي هي لو قاعد ها 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 دي غير دي. انا بقعد اسرد وبعدين اراجع الترمينولوجي بتاعي عشان انا ممكن ابعت مع العيان ريبورت وانا الوحيد اللي شفته. الكلام اللي انا هكتبه ده الدياجنوستيك بتاعي. ده اللي ممكن على اساسه العيان يخش عمليات بره جناح. يعني لو عمل اي جي وما جاتلوش الفيتس وهم بعت لهم تقرير منك هنا في مصر ان العيان ده انت كنت واقف وشفته عمل كذا عشان كده الكلام ده مهم. احنا بنبعت يعني ان شاء الله لو حد هيشتغل كتير هيبعت تقارير بره والناس بتعمل عمليات على كلامه فلازم الترمينولوجي بتاعنا اللي احنا بنقوله يبقى شبه الترمينولوجي اللي هم بيستخدموه تمام. الهايبوكاينيتك ان العين يبطئ شويه تمام مش يقف العين هو مثلا سي ماشي دي ودي ممكن تبقى فيس تمام. الديسفازيا طبعا اللي احنا عارفينها عشان كده انا بسال العيان وهو بيجيله الفيت عشان اقدر اكمل هل كان معاه ديسفازيا ولا لا تمام عشان برضك هي اللاترالايزنج ما يفهمش كلامي يعني تمام. الديسبراكسي ان هو العيان يبتدي هو التون كويس كل حاجه وجات له الفيت وهو ماشي الكعب وقف هو نسى يمشي ازاي ديسبراكسي صوت له براكسي نسى ازاي يمشي دي الفيتس بتاعته لكن التون كان موجود فيها تمام. دي ما بنعرفهاش ممكن نعرفها في الفيديو اي جي العيان يقول لك دايما بقى تمام ولما تجيله الفيتس تلاقي التون موجود
فيقوموا عاملينها له مره لو بتجيله في تيجي طب تعالى امشي كده وانت بتعملها على كذا مرحله عشان يتاكدوا دي براكسيا ولا لا. ست العيان هيجي يقول لك انا بعرف. تمام. البلاستيك اللي احنا كنا بنقول عليه ان العيان يجيله فجاه كده يفتح في ضحك مثلا. تمام. اللي هي الديكراست دي انا اول مره اسمع عنها اللي هي كانت البيرست اوف كراي يعني يخش وريتهم فيديو دلوقتي كده كراي. تمام. لو الديكراستك سيجر طيب الكلام ده بقى ايه انا اللي انا كنت بقول لكم ده يا جماعه ترمينولوجي. تمام. دلوقتي احنا عايزين نقول اكتر حاجه بتميز كل لوب من اللوبس اللي في البرين. في التيمبرال لوب القوره كومن قوي ان هي بتيجي في الجاستريك او السايكيك والافكتد والالفاكتري. دول اكتر حاجات كومن قوي ودول الاكتر حاجه احنا بنشوفها عندنا في المستشفى بتاعتنا. العيان يجي يقول لك انا بحس بخوف شديد قوي 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 غالبا ده بيبقى في حته تبع الامجداله وكده ويجي له نوبات على ان هو جاي له مثلا يعني جاي بيشتكي لنا متخيل انها حاجه سايكيك وتشيز قوره. وكمان في حاجه بس دي ادفانس شويه ان في عيانين كتير قوي بيجي لهم القوره وتبقى ابورتد فيكس ما تكملش فيكس بعد كده. فالعيان دي الحته اللي كان مصطفى بيتكلم فيها من شويه سمعتها تاني عشان هتشوف دي كتير. بالظبط. العيان تجيله القوره وما تكملش. ما تكملش. فالعيان هيجي يشتكي وكانها حاجه سايكايتري. تفضل تعالج على انه سايكايتري وهي اكشولي. دي مهمه لان انت بتراجع الدواء بتاعك، تعرف الدواء بتاعك شغال ولا لا، لان العيانين بالنسبه له هو بيبقى مرضي، يعني العيان بيجي يقول لك بالظبط كده يقول لك الحمد لله جات لي الصغيره ما جاتليش الكبيره. بس انت تبقى عارف ان الدواء بتاعك مش مظبوط، هو المفروض العيان ما يجيبوش اصلا. ولا الصغيره ولا الكبيره. والدياجنوزز كمان يعني ان هو احيانا كثير العيانين دول بيتعالجوا على ان هم سايكايتري بالذات لو جات له سايكيك. صح. بيتعالجوا على ان هم سايكايتريك بيشنت وهم اكشوالي احنا مش هنعرفها غير لما الاقي العيان ريزيستنت جدا 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 للعلاج. لازم اراجع نفسي، لازم افكر ان انا اعمل العيان ده يجي ولازم اراجع نفسي ان انا اقعد اخد منه الهيستوري تاني من الاول على القصه دي. تمام؟ العيانين مع تمبرال لوب الكومبلكس بارشال اكتر حاجه بتظهر في التمبرال لوب يعني 70% من الحاجات اللي طالعه من التمبرال ما بتجيش تمبل بارشال بتيجي كومبلكس بارشال. تمام؟ الاورو المنتري اوتوماتيزم اللي هو احنا عندنا نشرحه ده السماكنج والكلام ده كومن قوي مع التمبرال. يبقى غالبا الشكل يبقى كومن قوي مع التمبرال لوب اللي هو بيبقى الكوره سواء بقى غالبا يجي يقول لك ايه ده انا حاسس ان انا حاسس ان حاجه بتطلع اللي هو الجاستريك اسمه ابرايزنج. يجي يوصف العين ان في فوران يقول لك في فوران ده الكلاسيك بتاع التمبرال. ساعات بيرجع بس الرجع دي غالبا بتبقى اكتر مش كوره. الكوره اللي دايما بيجوا يوصفوها الفوران. تمام. وبعد كده الكومبلكس بارشال بتاعهم ان هم بيبتدوا يبصوا كده ابتدوا يعملوا السماكينج. طبعا هم اللي بيجي معاهم المانيوال اوتوماتيزم عشان يعلموا للامهات والاهالي ده اصلا شكل ما بياخدوش بالهم من النوبات. يعني انت بيجي لك الطفل او الام في العياده تقول لها الواد متحسن الحمد لله متحسن ما تقوليش الواد ما بيجيش ان هم بالظبط يفكروا زي ما انت كنت تفكر قبل ما تيجي المحاضره دي ان النوبات انا عيني اتشل. انت لازم تسالها على الحاجات يعني ما يعملش حركات غريبه في بقه ما يعملش حركات غريبه في ايده ما بيتنحش وانت بتكلميه ما تلاقيهش يفصل منك ما المدرسين مش بيشتكوا من سرحان كتير. لما انت هتقعد تسالها الكلام ده كله هتبتدي هي ما تعرفش ترد عليك. اللي هيحصل المره الجايه هتروح هتيجي تقول لك انا لقيته فعلا بيقعد كده على جنب هتشيك على الحاجات دي وترجع تقعد يعمل كده ببقه. يعني تقعد تسالها على الحاجات اللي احنا غالبا ما كناش بنسال عليها زمان. تمام؟ تمام. يعني احنا ده الشكل اللي هو الشكل ده بتاع الميزان. اللاترال تمبرال بقى اللاترال تمبرال ده كومن قوي مع اوديتوري. السؤال الكومن قوي اللي دايما احنا كنا بنساله في الماستر تفرق الاوديتوري بتاع الابيليبسي من بالذات بتاع التمبرال من الهلوسينيشنز بتاعت السكيزوفرينيا. هنا غالبا بتبقى اصوات وش اكتر من هي اصوات ناس محدده. يعني ده الكومن بتاعها انها بتيجي في شكل اصوات. تمام. اديني الفرونت انت الجدول ولا موجود بس على الورد زي ما هو هجيب. تمام خلاص هجيبه دلوقتي. لا لا بص الفرونتال والتمبرال فيهم حاجات كتير شبه من بعض كتير قوي. يعني انت كتير قوي من نفس السيمبتومز ده. بس الفرونتال ليها شكل كده كاركترستيك قوي يقول لك ايه ان السيجر بتاعت الفرونتال غالبا صغننه قوي ما بتقعدش يعني ما فيهاش القوره وبعدين الاكتا وبعدين البوست اكتا. التريحه بتاعت التمبرال دي مش موجوده في الفرونتال. الفرونتال تيجي وتخلص بسرعه.
وممكن تيجي كتير 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 ورا بعض وتقف. يعني يقول لك العيان ايه ده انا كويس والله بقالي اسبوع ما جاتليش دكتور امبارح جات لي اربع مرات ورا بعض بتيجي ورا بعض تك 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 وتيجي بالليل غالبا كده الشكل ده العيان ده شكله فرونت احنا وريناه له من شويه كان فيديو لون هايبر كاينيتيك كومبلكس والبيزار اوتوماتيزم العيان اللي قاعد يرفص في السرير ويلف دي بيسموها كمان هايبر موتور هايبر موتور ايه يقعد يرفص كده تلاقي العيان ايه ايد برجل ورجل فوق ومش عارفه ايه كان حد بيتخانق معاه اسمها هايبر موتور طبعا في للاسف دكاتره سايكاتر كتير عشان انا شفت القصه دي يتعامل مع العيان ده بقى بالذات لو حد درس مع القصر العيني يعني او كده يقول لك العيان ده بيحلم وهو شاف حاجه في الحلم فبيصارع الحلم ومش عارف انا شفت حاجات كده يعني بيعتبرها على ان العيان ده العيان ده في نايت مير ده نايت مير وشايف حد وبيضربه وحركات بقى وحاجات غريبه يعني وبتدي يعالج العيان ده على ان دي حاجه سايكوجينيك وان دي حاجه كانت نايت مير هو شاف نايت مير وكانه يعني عايز يقول بمصطلحات السليب ان دي باراسوميا ريم باراسوميا طبعا ده كلام غريب كمان الفرونتال فيها حاجه ان هي يعني قليل قوي لما تشوف فرونتال معهوش سكندري جنراليزيشن معظم الفرونتال بيبقى معاه سكندري جنراليزيشن او على الاقل بروباجيشن للتمبرال تمام يعني على الاقل ان هو يبدا حاجه ويقوم قالب حاجه بس دي يعني حاجه ادفانسد هم بره نوكتيرنال بريدومينانت هي دايما عاده بتبقى زي ما احنا قلنا بالليل بس هي الشكل الكاركترستيك قوي بتاعها اللي انت هتيجي تسمعه ان هو يقول لك انا ما بتجيليش ولما بتجيلي كذا مره ورا بعض بالليل وبالليل دي يا جماعه مهمه قوي بالليل مهمه قوي ان انا اكومنت على المايك لونس اللي هو الفزان دي الطبيعي ان انا في اول دخول النوم دي حاجه طبيعيه ان احنا اللي جينا ايه احنا حاسين انك بتقع او سليب ستوب اللي هو زي ما تعمل كده دي ما فيهاش مشكله لغايه ساعه من النوم لغايه ساعه من النوم لكن بالليل قوي بقى لما تحكي دي مهمة قوي تساعد المادرز والناس اللي الولد بينام لوحده طب لما بينام وانتوا جنبه ممكن يقعد يتفزز بالليل يسموها كده يتفزز بالليل او يتشنج رجله او ايديه يتلاقيهم بالليل كده وحد هو نايم تلاقي رجله عماله تعمل كده ماشي او يجيله هزات كده الحاجات دي الناس ما بتكومنتش عليها محدش بيقول ان دي فتس يعني الناس العاديين عمره ما هياخد في باله ان الولد بيجيله فتس كان في مره عيان كانت بتجيله بالليل يوني لاترال في رجله الام ما خدتش بالها غير لما الولد ابتدى يعرض من كتر الفتس ما كانت بتجيله افري داي ابتدى يحصل له ويكنس في اللور ليج وهي تبقى مرضيه جدا ومبسوطه بيك وانت احسن دكتور وبتعالجه ما هي دي مشكله ان انت عشان ما زعلتهاش فنسبه الساتسفاكشن انت لو تلاحظ في عياده بيبقى عاليه قوي يقول لك ده الدكتور ده بيديك بقى له كذا سنه وانا مبسوط وكويس تيجي بقى تساله لا في الواقع السيجرز بتحصل كل يوم هو مش في حاجات كتير يعني انا ياما شفت عيانين ماشيين على علاج ومبسوطين يقول لك الحمد لله النوبه الكبيره ما بتجيليش مع ان النوبات الثانيه اللي هي بتيجي وموجوده وعامله له ديسفانكشن يعني ما بزعل يعني ممكن بتوصل لعين وصل ان هو ابتدى يحصل له خلاص فيتنس في اللور ليج من كتر ما كل يوم شغال على ان هو بالليل الام بتكمنت فاحنا لازم نسال هي مش هتبقى مدركه ان دي فيتس تمام الاوكسيبيتال طبعا اكتر حاجه فيها بتبقى الفلاشز اللي بتيجي للقوره او الحاجات الفيجوال ممكن عين يجي له فجاه كده ان الدنيا اسودت ورجعت احنا نلخبط ما بينها وما بين السي اي اي الحاجات دي برضو لازم نقعد نسال كويس قوي عليها تمام هي الديفيجن بتاع الاي ده كومن برضو بيحصل معاها البلينكينج تمام البارايتال اكتر حاجه بتخلينا نفكر في البارايتال الافيزيا والحاجات دي بتخلينا نفكر قوي فيها والسوماتوسنسوري تمام يعني البراكسيا والافيزيا اكسبراكسيا والافيزيا دول اكتر حاجات تخلينا نفكر في البارايتال وهي ذا موست تريب يعني البارايتال ما بتجيش كتير قوي يعني انت اكتر حاجه هتشوفها في العياده تمبرا يا ليها فرونت الاوكسيبيتال والبارايتال مش بتشوفهم كتير لكن الحاجتين دول اكتر حاجتين بنشوفهم تمبرال وي هو دي كانت اخر سلايد يا امانه انا هستاذنك نراجع الجدول ده تاني لو بتطرون قبل ما نشوف الجدول العرائي اللي فهو ببساطه الاربعه سكيلز اللي قلنا عليهم يعني انت في الاخر عندك السيجر تيجي في اربعه سفير الموتور قلناها السنسوري الاوتونوميك ودي فيري رير سيبنا منها دلوقتي والليفل اوف كونشسنس دي كمان احنا ما كملناهاش اللي هو هنا بيسميها دايلكتيك سيجر تمام دايلكتيك سيجر يعني سيجر في الليفل اوف كونشسنس هو ليه سمى الكلمه دي دايلكتيك لان قد تكون كومبلكس بارشل قد تكون ابسنس يعني الاخر العين اللي بيتلف ده عنده سيجر في الليفل اوف كونشسنس قد تكون ابسنس ودي جنرالايز سيجر قد تكون كومبلكس بارشل بسرعه كده الحاجات الموتور يعني ايه دايلكتيك؟ انا شرحت يعني ايه دايلكتيك؟ يعني سيجر في الليفل اوف كونشسنس انا قصدي يعني ايه ابليبتيك؟
جاوبت وانا هرد عليك. يعني لا 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 ليه بون يعني consciousness وإبي يعني من فوق يعني تحكم في level of consciousness من فوق صح؟ دايا يعني through ليه بون يعني consciousness هي بنفس الطريقة لو انت عارف عن epilepsy كنت هتعرف ايه ده انت سألت سؤال يعني انا رديت عليك زي ما انت قلت انت قلت epilepsy يعني صرع وانا قلت لك epileptic يعني نوبة صرع بس في level of consciousness في جدول بس إيمان كانت محضرات ممكن هذا بتاع الكونتر حتى مش لازم ان هو بتاع ميديا ولا ما هو الملف مفتوح بص هو ده عشان زي ما قلت لكم احنا اكتر حاجه بنشوفها التمبر فرونت يعني التمبر ده مثلا بيساوي بالكومبلت يعني من الحاجات البارشال تقريبا 70% والفرونتال حوالي 20-30% والباقيين دول اقل من 10% فدي الحاجات اللي بتفرق ما بين الفرونتال والتمبر ولان التمبر عاده اخف في العلاج فاحنا التمبر هو اللي بنديله يعني العين هو داخل لي كده وانا شايفه ان هو تمبر غالبا كده ما بديش امان بقى للمضر قوي ان العين هيخف قوي وهنبطل العلاج يعني ما بتكش قوي بقى على الامان الوهميه اللي احنا بنقعد نقولها لهم سنتين ونبطل والكلام ده عشان نديهم يعني ايه حلو ان هم هيستمروا كتير على العلاج فالسوماتو سنسوري اللي احنا اتكلمنا عليها ده بيبقى رير مع التمبرال اكتر مع الفرونتال الانست زي ما احنا قلنا ايه على مهنينا بقى في التمبرال تمام كل حاجه في الفرونتال بتبقى اسرع تمام نفس الكلام البروجريشن هو هنا بيتكلم عنها ان هو ينقل على حاجه ثانيه يعني تمبرال يعني هم بيسوها ازاي ان هو عين ده ابتدى فوكال تمبرال بعدين قلب مثلا فرونتال فاكرين لما احنا قلنا البروباجيشن اللي بيحصل ان هو مجموعه خلايا فاير اب بعدين تبتدي تتحد مع خلايا جنبها ويعملوا بروباجيشن التمبرال مش كتير قوي ان هو بيعمل كده ولما بيعملها بيعملها بالراحه فتظهر شكل السيمتومز بتاعته واضحه اكتر تمام لكن الفرونتال لا كل حاجه في السريع تك 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 وممكن احيانا كتير عيانين فرونتال يبانوا ان هم تمبرال من كتر ما هي القصه في السريع يعني انت ما تلحقش تاخد بالك من اول حاجه جت للعيان تمام الهايبر موتور زي ما قلنا دي اكتر مع الهايبر موتور اللي كان احمد بيشرحها دي مع الفرونتال الاوتوماتيزم زي ما قلنا ده اكتر مع التمبرال تمام السيجر ديوريشن لونجر يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه انا خلاص دي اصعب حاجه طيب يبقى هنا خلصت الحته بس يا جماعه نخلص الحلقه دي النهارده هي الحته دي اللي انت النوبه لما هتيجي هتيجي في سفير من الاربعه دول او بتيجي كومبينيشنز ما بينهم هتيجي يا اما في الاريا بتاعت الموتور يا اما في الاريا بتاعت السنسوري يا اما في الاوتونوميك يا اما في الليفل اوف كونشسنس الاريا بتاعت السنسوري غالبا بتكون كوره غالبا تمام ايا كان نوع الموتور خلاص عرفناها سواء تونيك او كرونيك او ماي كرونيك او تونيك كرونيك او ابيليبتيك سبازم الاوتونوميك دي فيري رير سيبك منها او هتشوفها في بعض العيانين الليفل اوف كونشسنس اللي هو انت بتسميه كلينيكالي دايلكتيك ايفنت والدايلكتيك ايفنت ده تفتش وراه بقى تشوف ده كومبلكس بارشل يعني جزء من لغه ثانيه ولا دوت ابسنس تمام كده تبقى انت كلينيكالي قدرت تحدد النوبه دي شكلها ايه وده اللي هيخليك تقول دي ابيليبتيك سيجر ولا مش ابيليبتيك سيجر وبناء عليه لما تروح تطلب رسم المخ تبقى عارف انت بتجري ورا ايه لان رسم المخ مش هيشخص لك النوبه انت هتشخصها كلينيكالي يعني انت كلينيكالي تقدر تحدد ده ابيليبتيك ايفنت ولا ده نوع ابيليبتيك ايفنت ثم تروح طالب الاي اي جي يحدد لك ده يحدد لك الابيليبتيك ايفنت دوت بيحصل منين وبيحصل فين ومثلا السندروم دي ممكن تبقى ايه او كده فشاد ان انت كلينيكالي لازم العيان لما يجي لك تحطه في واحده من الاربعه دول قبل ما تبعته رسم المخ تمام ده كان موضوع النهارده اللي هو السيميولوجيكال سيجر كلاسيفيكيشن بس اوريكم حاجه اقول لكم حاجه يعني يعني انا لما بشوف فيتس بفكر في ثلاث حاجات الكوره تمام والاكتر وبوست تمام اي يعني مثلا نفس الثلاث اسئله دول وابتدي بقى ارص اي حاجه من اللي احنا قلناها في السيميولوجي دي عندي ممكن تيجي في اي حاجه من الثلاثه دول يعني في حاجات كمان تيجي بوست اكتر على فكره يعني اخلص الاكس بتاعته ويجي له اوتوماتيزم بوست اكتر بس
تمام؟ فانا لازم احدد وانا بوصف الثلاثه كاتيجوري دول واملى فيهم الفراغات. الاورا جات له ايه من اللي انا قلنا عليه من اي حاجه من اللي احنا الاورا دي لازم عشان سبجكتيف فيلينج انا مش شايف حاجه هو اللي هيقول تمام دي لازم اسالها وارص اي حاجه هيقولها لي اكتبها ما تتخيلوش ان في حاجه ممكن ما تجيش اورا اي حاجه ممكن تيجي هكتبها تمام او اقول ان ما فيش اورا ده في حد ذاته وصف ان العيان ما جابوش اورا ده وصف في حد ذاته تمام اكتب اي حاجه من اللي احنا رصدناها دي ممكن تيجي انا شخصيا لما باجي اسال العيان عشان اسالها جت يعني لو انا مش العيان اللي شايفاه والمذر جايه بقوم جايبه من فوق كده لتحت من اول دراسه بتتحرك يمين ولا شمال عينيه بتروح يمين ولا شمال بيقعد يبربش يعني امسك حاجه افتكر بيها ودنه بيسمع في وقت يعني فاهم تفضل تسال كل حاجه موجوده عشان ما تنساش حاجه انها جت بالاكتر او المذر تقدر تكومنت عليها او اللي حواليها ونفس الكلام اللي قلته في الاكتر اقوله في البوست ايه الفرق بس ان التوتشز غالبا هنا هيبقى ايه خلص الفيتس بتاعته وده اللي ما بعدها غالبا بنقدر نكومنت عليها قوي في الجنرالايز ان هو بعد ما خلص الجنرالايز فيتس جاله الاوتوماتيزم غالبا هنا الاوتوماتيزم هحطه في البوست اكتر مش هحطه ايه وده ليه معنى ده ليه معنى عند الناس دي حته كلينيكال مهمه قوي تمام لان انت كلينيكال زي ما قلت لكم لو لقيت اورا تبقى خلاص قلبك مطمئن ان العيان ده ايه خلاص ان دي واضحه لان الاورا ما فيهاش هزار لكن لو ما لقيتش اورا انت ما زلت محتاج شويه كلينيكال ما زلت محتاج عندك بارشال ولا جنرالايز لان التفريق الاساسيه بارشال جنرالايز هي الاي جي وساعات كلام ما اعرفش نوصل لها زي ما قالت لنا ايمان بس المهم ان انت تبقى في دماغك سكيم انت ماشي ازاي تمام واحنا هيجي لنا مره في المحاضرات هنتكلم ازاي تختار انتي ابيليبتيك عشان ما يسيبكوش تاهيل بس يعني للاسف المحاضره دي هي اهم محاضره دي اللي هيتبنى عليها كل الكلام بعد كده حتى في الاي جي يعني حتى في الاي جي الكلام مبني على المحاضره دي يعني اهم حاجه الترمينولوجي واهم حاجه ان انا ابقى في دماغي ان الفيتس مش الشكل التقليدي حد عنده سؤال يا جماعه والله عشان اخر اليوم بقى كله فصل يعني يا سيدي بيصحوا على حاجه زي كده انه الاب كان عنده لا ده نايت تيرور بيحصل في